تكملة لما سبق بالنسبة للتايب اوف بيشنت ريكورد اللي هو معلومات انواع البيشنت ريكورد، في عندنا تو ميجر تايب يعني نوعين كبار، سورس اورينتد ريكورد والبروبلم اورينتد ريكورد. ايش يعني سورس اورينتد ريكورد؟ يعني اللي هو التذكرة اللي هي تتبع المصدر. يعني ايش؟ خلينا افهمكم. هاي نوع الريكورد اللي هو النوع التقليدي اللي موجود عندنا في فلسطين واحنا عادة بنتبعه، وهو عبارة عن ملف مريض او تذكرة مريض فيها كل معلومات لكل اشي على حدة، يعني كل حاجة لحال، الميديكيشن او العلاج لحال، الفيتال ساينز او اللي هي ملاحظات الحياة لحال، النيرسينج نوت اللي هي ملاحظات التمريض لحال، دكتور نوت لحال، واذا في فيزيوثيرابي نوت لحال، فكل واحد له ورقته لحال. فبتكون هاي متقطعة فريجمنتد، يعني متقطعة، كل ناس بيتبعوا شغلهم وبيكملوا على شغلهم من غير ما يشوفوا شغل غيرهم او من غير ما يعني يكملوا على شغل غيرهم. هذا اسمه سورس اورينتد، يعني كل تذكرة معناها انه بتكون فيها اكثر من ورقة وكل ورقة لها لتخصص معين، يعني كل تخصص له ورقته. نيجي نقول organized according to source of documented information، يعني بتترتب حسب اللي هو مصدر المعلومات اللي بدها تتسجل، وزي ما حكيت لكم اللي هو vital signs الملاحظات التمريض او الفيتال ساينز اللي هي العلامات الحياة بتكون لحال، ملاحظة التمريض لحال، وأطباء لحال، أدميشن حتى ورقة الأدميشن لحال وورقة الدشارج بتكون لحال. contain separate form for physician, nurse, dietitian، يعني تحتوي على form يعني نماذج مختلفة أو متفرقة للطبيب وللتمريض وللأخصائي التغذية وللأخصائي العلاج الطبيعي الفيزيكال ثيرابيست، to make written inquiries about their specific activities in relation to client care، يعني كل واحد فيهم بكتب اللي بخصه في والنشاطات اللي هو بيعملها للمريض لحاله، كل واحد بكتب لحاله. This record provide fragmented documentation، يعني هذا النوع من ملفات التمريض او ملفات المريض بتعطينا معلومات متجزئة، يعني لانه كل ناس بتخصصهم بيشتغلوا لحال فبيكتبوا لحال، فبتلاقي المعلومات متجزئة او سكتر بنسميها، يعني منتثرة هان وهان، مش بتلاقيش المعلومات مترابطة في مكان واحد، لا كل ناس معلوماتهم في جهة. وهذا النوع التراديشنال تايب، يعني اللي هو النوع النمطي او اللي احنا بنتبعه في عنا traditional type of record او النوع النمطي يعني او النوع المتداول عليه، وهو هذا اللي احنا بنستخدمه. الاذر type of record problem oriented record، يعني ايش؟ يعني نوع الملفات تاعت المريض اللي هي problem oriented، يعني حسب مشكلة المريض. اذا بتتذكروا لما حكينا على nursing process حكينا انه في عندنا الاسسمنت والدياجنوزز والبلان والامبلمنتيشن والايفالويشن، الخمس بار تاعت النيرسينج بروسيس. هنا في عندنا دياجنوزز يعني تشخيص التمريض. هان التشخيص المريض بيكون محطوط التشخيص تبعه وايش المشاكل اللي معه، وكل مشكله بدها خطه عمل، وإيش اللي تطبق من خطة العمل، وكيف بدنا نعمل تقييم لخطة العمل بالضبط بتشبه النيرسينج بروسيس. فهنا بتكون التذكرة تبعت المريض زي كأنها نيرسينج بروسيس متكاملة مع بعضها، دور التمريض ودور الطبيب ودور العلاج الطبيعي ودور الأخصائي التغذية ودور الصيدلاني كله بكون في ريكورد واحد، مفهوم؟ الorganized according to client health problem، إذا بتترتب حسب مشكلة المريض مش حسب اللي هو زي ما قبل قلنا السورس أو المصدر، مش حسب الدكتور لحال وتمريض لحال، ولا لا، هاي النوع من أنواع الملفات
بتترتب حسب اللي هو المشكلة، ودائما اللي هو المشكلة بتترتب حسب البريوريتيز، يعني حسب الأولويات. كل أولوية بتنعمل، المشكلة المهمة جدا بتنحط بالأول وبتتعالج بالأول، وبعدين بنرجع للمشاكل الثانوية اللي موجودة عند المريض. إلها ميجور كومبوننت أربعة ميجور كومبوننت، يعني مكونات أساسية أربعة. الداتابيز اللي هي المعلومات الأساسية، وإذا بتتذكروا لما حكينا في الأسسمنت قلنا بنعمل حاجة اسمها داتابيز انفورميشن، وبروبلم ليست اللي هو ازاي بتشبه الدايجنوزس، بروبلم ليست اللي هو المشكلات اللي بيعاني منها المريض، والبلان اوف كير خطة العمل، والبروجرس نوت اللي هي الايفالويشن بالضبط، يعني زيها زي النيرسينج بروسيس. اما المعلومات اللي كومبليت اند ارينج تو امفسايز جول، يعني كل المعلومات بتتكمل وبتترتب علشان نحقق الهدف اللي هو اتجاه الرعاية directed care promoting record of pertinent information، واللي هو promote record يعني بتحضر لها المعلومات على أساس إنها بيساعد على إنه نعبي المعلومات أول بأول في الريكورد هاي، و facilitate communication among healthcare professional بتساعد هاي المعلومات هذا الملف أو هذا النوع من الملفات بساعد بشجع أو بسهل العلاقة ما بين الناس البروفيشنالز اللي هم أخصائيين الصحة زي الدكاترة والتمريض وأخصائيين التغذية وأخصائيين العلاج الطبيعي، بتسهل لأنه كلهم بيشتغلوا على نفس المشكلة، كلهم بيسجلوا في نفس المكان. تمام، هذا النوع من أنواع الريكورد مش موجود عندنا بغزة، بس لأنه تعرفوا أنواع الريكورد هذا الكومبوننت تاعت البروبلم اورينتد ريكوردز واخذناه حكينا عنها. نيجي للميثود اوف تشارتينج، الكتابه كيف انا بدي اكتب البيانات تبعتي، او حكينا على انواع الريكورد انواع الملفات كيف بدنا نسجل المعلومات اللي احنا بدنا نعملها فيها. في عندنا انواع كثيره، بدنا نركز على الانواع الرئيسيه الاثنين هذول والانواع الثانيه للمعرفه. هذا النوع الناراتيف شارتينج اللي هو النوع من انواع الكتابه بالوصفي، الكتابه الوصفيه او الاثرائيه او الموضوعيه، يعني كانك بتجيب موضوع تعبير وبتكتب فيه كلام، اللي بتكتبه زي كموضوع التعبير دش التعبير، يعني كيف بتجيب موضوع تعبير وبتبدا تكتب فيه، هيك بنكتب المعلومات او البيانات عن التمريض. حوريكم اكزامبل كيف احنا النيرسينج نوت تبعنا بنكتبه فيها. الستايل اوف دوكيومنتيشن، هنا الستايل اوف دوكيومنتيشن جنرالي يوزد ان سورس اورينتد ريكورد، طبعا الناراتيف لانها اثرائيه او بلاغيه او كلاميه، يعني نستخدمها ب اللي هي السورس اورينتد اللي حكيت لكم انه احنا في غزة بنستخدم هذا النوع من اللي هو الملفات او التذاكر المريض. involve writing information بتحتوي على كتابة معلومات عن المريض about the patient and patient care in chronological order، نكتب المعلومات عن المريض بطريقة زمنية، كيف يعني بطريقة زمنية؟ chronological order يعني من القديم إلى الحديث، يعني لما بيجي عند المريض بأكتب المعلومات عنه وبأخذ معلوماته وبأسجل ملاحظات التمريضية وبأسجلها، وبأكون كتبت التاريخ والوقت ومضيت. بأجي بعد ما أدخل المريض عندي بدي أبدأ أخذ له بياناته، فبسجل وراء البيانات الأولانية، فبالتالي صارت chronological يعني مرتبة ترتيب زمني من القديم إلى الجديد. لما بدي اجي اكمل برجعش للقديم، لا خلص بكمل ايش صار في عند المريض بروجريس او ايش صار في عنده مشكلات، بسجل بعد اللي هو طريقة بعد ما كتبت الاولاني والتالي والتالي والتالي، فهيك ترتبت بطريقة زمنية. الطريقة النوع الثاني من التشارتينج من كتابة المعلومات اسمه سوب. سوب هذا اختصار، عبارة عن اختصار، وهذه بتستخدمها في البروبلم اورينتد ريكورد، في اللي هو نوع انواع البروبلم اورينتد ريكورد في النوع الثاني. السوب يعني اختصار لعدة كلمات،
الاس السبجكتيف داتا واللي هي البيانات السيمبتومز اذا بتتذكروا لما حكينا سبجكتيف واوبجكتيف. الاول اوبجكتيف داتا واللي هي الساينز. عشان اذكركم بالسبجكتيف والاوبجكتيف داتا، سبجكتيف داتا اللي هو الاشياء اللي بيشكي منها المريض، يعني لما يجي يقول لك انا عندي الم بين، فهذا البين سبجكتيف داتا، انا ما حسيت بالالم الموجود عند المريض. اما الاوبجكتيف داتا لما انا اجي احكي للمريض، اشوف المريض الاقي وجهه اصفر، فبكتب انه البيشنت عنده جوينتس. الجوينتس كلمه الجوينتس هاي معناها اوبجكتيف داتا، فهي معلومات اخذتها عن خبريه، يعني برتني انا اخذتها عن المريض، انا اللي اخذتها، انا اللي شفتها ولاحظتها على المريض. المريض ما شكاليب، ما احتاج انه المريض يشكي لي اياها. فهي سبجكتيف اوبجكتيف داتا بشكل سمبل. الاي اناليسيس اوف داتا، اذا الصوب اصبحت اس، عندي سبجكتيف اوبجكتيف داتا اللي هي المعلومات اللي انا باخذها على المريض. اما الاي اناليسيس اوف داتا، انا اللي بحلل الداتا، ايش موجود عنده، ممكن يكون في عنده مثلا يقول لي ابدومينال بين، اكتب ابدومينال بين ديو تو مثلا ناتج عن اللي هو مكان العملية، مكان العملية اللي هو السيرجيكال سايت. البي البلان اوف كير، اذا لما انا بدي اكتب بلان اوف كير يعني خطة العمل. لما انا بدي اكتب بالطريقة هاي بطريقة الشارتين، فانا بروح باجيب ايش المريض بشكي، وايش انا عملت له او فحصته او شفت عليه داتا، وايش انا حللت الداتا هذه اللي وجدتها عنده نتيجة لايش، وايش حطيت بلان اوف كير. كمان نضيف لهن للسوب هاي، نضيف لها اي اي او اي اي ار. الاي اي ار برضو اختصار لانترفنشن، ايش انا تدخلت، انترفنشن تدخلت، تدخلات الطبية والتمريضية. الاي ايفالويشن، ايش انا عملت تقييم لوضع المريض. والار ريفيجن اوف بلان، كمان بارجع بعمل ريفيجن لها البلان تبعتي اللي عملتها لها evaluation intervention، هل هي مش حالها ولا لا. تشبه nursing process اذا انتم متذكرين nursing process، واذا مش متذكرينها رجاء ارجعوا للnursing process اقرأوها علشان تكونوا oriented للي انا بأحكي. اذا عندنا اللي هو التايب الثاني من الداتا اللي هو الصوب، صوب الداتا هذا في حالة كتابة المعلومات عن المريض. النوع الثالث اللي هو فوكس شارتينج، اذا تتذكروا لما حكينا على الداتا بيز لاين، معلوماتنا الداتا بيز كيف انا اخذتها اول ما اجي عند المريض، وقلنا لما يخش المريض وينام عندنا بالمستشفى بيصير في عندي انا بعمل له فحوصات كل يوم. الفحوصات هذه اللي كل يوم او النيدد لما انه يحتاج بنسميها فوكس شارتينج. فوكس يعني بؤريه، يعني انا بس بركز على مشكله معينه. هاي فيها بكتب هذه الحاجة دار، الدار موديل، الدي اللي هو المعلومات الداتا اللي أنا أخذتها، والأكشن والريسبونس. أنا فقط لأنها فوكس بروبلم مشكلة واحدة، فأنا مش محتاج عنها شغلات كثير، محتاج أخذ إيش هي هاي المشكلة. مثلا المريض روح أجا عندي من العمليات في كان عنده بين في مصدر العملية، فهو عنده بين، ايش عملت للبين؟ انا مثلا رحت بلغت الطبيب واعطاني دواء مسكن ورحت اعطيته مسكن، فهذا الاكشن اللي انا عملته، والمريض صار هادي وبطل يشكي من البين. هذا الريسبونس او الاستجابة اللي المريض استجابها لإلي. الباي شارت، البي اي اي، بتشبه عنا اللي هو السوبير اللي هي البروبلم المشكلة، والانترفنشن والإيفالويشن بتشبه بطريقة الى حد ما الفوكس شارتينج اللي هي ايش المشكلة وايش الانترفنشن اللي هو الاكشن وايش الايفاليويشن او الريسبونس تاع المريض. شارتينج باي اكسبشن، يعني انا باكتب فقط اللي هو الاشياء المش طبيعية عند المريض، يعني ما في داعي لما اخذ المريض الفيتال ساينز اكتب الفيتال ساينز از نورمال. ليش؟ ما هي نورمال خلصنا. اذا ما بكتب الا اذا لقيت مثلا عنده هاي تمبريتشر، فانا بقول المريض كومبلينينج اوف هاي تمبريتشر، فهي ابنورماليتي. الاشياء المشاكل المش طبيعيه موجوده عند المريض هي اللي بسجلها، فهذا نوع من انواع التشارتينج باي اكسبشن. فانا بستخدم نوع واحد من هذول الانواع مش كلها. احنا عندنا بنستخدم الناراتيف، وحوريكم كيف تكتبوا ناراتيف. كمبيوترايزد ميثود اللي هو
باستخدام الكمبيوتر عن طريق الالكترونيك انفورميشن، وهي بتكون داتا موجوده، يعني معلومات موجوده بس ما علي الا اعبي الانفورميشن، وموجود في بعض مستشفياتنا منها. اسبكت اوف دوكيومنتيشن، شو اللي هي طرق توثيق المعلومات. تايب اوف انفورميشن ريكورد، طبعا بحتاج الى ايش المعلومات اللي انا بدي اسجلها. البيبل ريسبونسبل فور شارتنج، مين المسؤول عن تسجيل العلامه المعلومات. الفريكوانسي فور ميكينج انتريز ان ريكورد، كم مره لازم نفتح ملف المريض ونسجل معلومات. يعني انا ملف المريض مش كل شوي بدي افتح وطالع نازل، لا، بنسجل الصبح، بنسجل فتره المرور، بنسجل لما بدنا ندخل معلومات اللي هو على او شيء جديد حصل عند المريض، او انا عملت له غيار، او انا لما اعمل اعطيه ميديكيشن. فانا مش كل شويه بس انه فاتح ملف المريض، لا، في عندي فريكوانسي معين، وهذا الفريكوانسي بيتبع او التكرار يعني بيتبع حسب اللي هو بروتوكولات المستشفى. والتايب اوف ريسبونس جيفن فور انفورميشن ريكورد، ايش اللي هو الاستجابه للمعلومات اللي انعطت في اللي هو الريكورد. نيرسينج دوكيومنتيشن، وهذا جدا 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 مهم، اللي هي البيانات التمريضيه او الكتابه التمريضيه، كيف احنا بنكتب النيرسينج نوت تبعنا. طبعا لازم اكتب التاريخ، جدا مهم، والوقت اللي انا اخذت فيه المعلومات. بعد ما اخذ الرعايه للمريض واتم فيه، فانا بدي اجي واسجل هاي مطلوب منكم تحفظوها عن غيب. ليه؟ لانه مهم جدا انك انت تعرف ايش بدك تكتب للمريض المعلومات، ايش النيرسينج نوت تبعك. بعد ما اخلص هذه البيانات والكتابه بدي اعمل السيجنيتشر اللي هو امضي. بامضي اسمي ستودنت نيرس st.n، ايش اسمك انه ميسون مثلا، انا فبكتب ميسون تربان، ستودنت نيرس ميسون تربان. نيجي للمعلومات اللي بدها تسجل عندنا في النيرسينج نوت. بدنا نكتب طبعا إلا إحنا للتمريض في عنا شارت اللي هو يعني إلنا صفحة في الملف المريض اسمها مكتوب عليها فوق نيرسينج نوت، مكتوب عليها فوق نيرسينج نوت، حوريكم إياها الحين. بنكتب المعلومات التالية عن المريض، لازم أول إشي أشوف البيشنت هل هو كونشس. كونشس يعني بيشنت، هذه بي تي بيشنت، وهي اختصارات وحنحكي على الاختصارات، انه لازم نكتب الاختصارات اللي متبعه بالمستشفى، وبدكم تحفظوا انه هذه معناها بيشنت يعني مريض، البي تي بيشنت يعني المريض. البيشنت كونشس، كونشس يعني ايش؟ واعي، كلمه كونشس يعني واعي. يمكن يكون عندي البيشنت انكونشس، انكونشس غير واعي، فبسجل انه انكونشس، لكن هاي للبيشنت الكونشس. كلمة oriented to three يعني هو مدرك إلى ثلاث شغلات. oriented to three، oriented to three اللي هو مدرك إلى ثلاث شغلات. oriented إدراكه أو انتباهه، منتبه أو مدرك للثلاث الشغلات. ثلاث شغلات هذه، إنه هو بدأ أسأله إيش اسمك، حيقول أنا اسمي كذا. إيش الوقت، قد الساعة ممكن أسأله، أو أقول له إيش إحنا الوقت يعني صبح مساء، حيقول لي احنا الصبح او المساء. البليس اللي انت وين موجود، بليس انت وين موجود، حيقول لي انا موجود مثلا في المستشفى. فاذا هو المريض اورينتد، منتبه معي، عارف حاله وايش اسمه، وعارف الوقت اللي احنا فيه، وعارف المكان اللي هو موجود فيه. اذا مش عارف واحدة منهم فبكتب انه اورينتد تو ايش فيهن، او اذا مش اورينتد لا ولا واحدة فيهم بقول not oriented، المريض مش oriented ولا لا اشي. اذا سألته على الثلاث شغلات هاي وما فهمها، معناته المريض not oriented ولا لا اشي. AM care was done، اللي هو الـ AM care اللي هو الرعاية الصباحية. الـ AM اللي هي الـ AM، حنحكي على الـ AM والـ PM. الـ AM anti-mortem يعني ايش؟ يعني ما قبل الظهر، وبس مارتيم ما بعد الظهر، هذه كلمات يونانية، واعتقد اني حكيت لكم عنها، انها هي عبارة عن كلمات يونانية، فاحنا بنختصرها AM و PM. بدكم تحفظوا ان كلمة AM صباحي و PM مسائي،
AM care was done، يعني الرعاية الصباحية انعملت له. والرعاية الصباحية ايش بتتضمن؟ حنيجي نحكي فيها. بتتضمن اللي هو الحمام، عمل السرير، تمشيط الشعر، تدعك اسنان، ترتيب المكان اللي حواليه، تلبسه اواعي، الكومبليت. هاي هاد تضمنت AM care اللي هي الرعاية الصباحية. complete bed bath was done، اتحمم المريض، اخذ complete bed bath. البيد باث يعني الحمام في السرير. هالحمام في السرير المريض ما بيعمله لحاله، احنا اللي بنعمله او حدا من اهله بيعمله. ضروري كمان هنا اجي اكتب الـ AM care was done by whom، مين اللي عمل له اياها؟ by patient himself او by family او by nurse، يعني يا اما الاهل اللي ساعدوا يا اما الممرض اللي عملها. تمام، اجا خلصنا الاورينتيشن والكونشس ليفل، يعني المريض الوعي الصحي والرعاية الصحية الصباحية. نيجي للسي او. سي او هاي عبارة عن ايش؟ complain of، complain of يعني يشكو من، يشكو من. فالمريض يشكو من ايش؟ severe abdominal pain، ABD abdomen. وانتبهوا ان هذه المختصرات هي عبارة عن مختصرات قانونية طبية ومتعارف عليها على مستوى العالم كله، واي اختصار بدنا نستخدمه بده يكون متعارف عليه من خلال اللي هو المكان اللي انت موجود فيه. abdominal pain يعني في عنه ألم في البطن. vomiting اللي هو نتق او قيء. وديارية يعني اسهال، ديارية يعني اسهال. وبالور فيس اللي هو شحوب في الوجه. نقطة، خلصنا. نيجي للفيتال ساينز. هذه الفيتال ساينز يعني ملاحظات الحياة. ملاحظات الحياة بتتضمن عندي خمس شغلات. اول اشي بنحكي عن الريسبيريشن اللي هو التنفس، وبنحكي عن البلس اللي هو النبض، ونحكي عن التمبرتشر الحرارة، والبلاد بريشر اللي هو الضغط، قياس الضغط. وبنختصرها كلها بالفي سلاش اس، vital signs was taken and recorded. وحناخد محاضرة كاملة عن الفيتال ساينز بإذن الله، حنشرح لكم إياها بالديتيل، وحأرفق لكم كمان فيديوهات علشان تتعرفوا كيف تعملوا فيتال ساينز. was taken and recorded يعني تاخدت وتسجلت، خلص أخذناها وسجلناها. temperature كان 37 degree centigrade طبعا اللي هي الدرجة المئوية، اللي هي temperature الحرارة، ونورمالي 37. اخذناها من وين؟ من اورالي، من التم يعني. والبي هاي البلس كان 80 بيت بير مينت، بلس هاد بيت بير مينت يعني نبضة بالدقيقة، ريجولار يعني منتظم، والنورمال 80 نورمال تعتبر طبيعية، لكنه ويك ضعيف يعني. البلس كان اللي هو النبض كان ضعيف. الار ار اللي هو الريسبيراتوري ريت اللي هو نسبة التنفس 28 في الدقيقة، 28 في الدقيقة يعني هاي سلاش بير، يعني بنعتبرها بير يعني كل دقيقة منت، هادي ام اختصار لمنت. وكان اللي هو التنفس تبعه ديب، يعني وصفته بانه ديب عميق. البلاد بريشر هاي اللي هو مقياس الضغط 130 على 80. MMHG مليمتر ميركوري، ولا هو هذه الصفة اللي بنعطيها للبلاد بريشر. فروم رايت هاند اخذناها من الايد اليمين في سيتنج بوزيشن، يعني هو المريض كان قاعد. كانيولا ان بليس، الكانيولا اللي هي الابره اللي بنحطها بالايد عشان نحط فيها اما المحلول او العلاجات، موجوده في مكانها، ما فيش عليها ساينز اوف انفلاميشن يعني مش فيش عندها التهابات يعني كويسه. في عليه 500 سي سي دي اس ان دكستروز 5، هذه 5% ان اس اللي هو نورمال سالاين، يعني المحلول، نوع المحلول اللي مركب له عبارة عن نوع محلول اسمه محلول ملحي وسكري مع بعض، ملحي وسكري مع بعض. 500 سي سي يعني حجمه 500 يعني نص لتر. running well يعني ماشي كويس، بيجري كويس يعني المحلول ماشي مش موقف. at 21 GTT يعني هذه 21 نقطة بالدقيقة، 21 نقطة بالدقيقة.
وحتاخذوا الحساب ان شاء الله لما ناخذ الماثماتكس ولما ناخذ الفلويد بالانس في اخر محاضرات ان شاء الله. حنحكي لكم على اللي هو حساب الجرعات بتاعت المحلول، يعني 21 لازم ينقط 21 نقطة بالدقيقة. هذه جي تي تي اختصار لتنقيط. ان بي او يعني هذه الكلمة معناها nothing بير اس، ان بي او nothing بير اس يورينري كاثيتر، يعني ان بي او يعني مش ماخذ ولا شيء، يعني صايم المريض، يعني nothing بير اس يعني المريض صايم. يورينري كاثيتر اتاش تو باي فانكشنينج ويل، يعني القسطره الكاثيتر اللي هي القسطره البوليه مثبته كويس وفانكشنينج ويل، يعني ماشي كويس، ما فيش مش مسكره ولا في ولا فيها اي تسريبات. يعني يورين اوتبوت اليو او بي يورين اوتبوت 800 سي سي دارك لون البول غامق، وكميته ممكن اللي هي 800 سي سي، تمام؟ دارك يورين يعني لونه غامق. انا خلصت، شايفين نيرسينج نوت تبعتي خلصت في اول السطر، فبروح انا عامل خط طويل زي هيك للاخر وبحط نقطة. ليش بحط النقطة وبعمل السطر خط طويل؟ علشان لو اجى حدا وراي من التمريض ما يجيش يكتب عندي هان، لانه انا اللي ماضي، فانا اللي ماضي هذا الكلام معناته انا اللي عامله انا اللي ماخذه، تمام؟ لنفترض انه انا غلطت هنا كتبت 37 وهي التمبريتشر كانت مثلا 36، فبروح بحط هذه 37 بين قوسين وبعمل بشطبها وبكتب 36، بشطب بس خط خريط وبكتب عليها حاجه اسمها ايرور. كلمه ايرور معناها يعني خطا، وبخلي اللي هو بكتب 36 ديجري سنتيجري علشان يعرف اللي يجي وراي يعرف انه انا اخطأت في كتابة هذه، وانها كانت 37 لازم تكون باينة انها 37. ما ببحي تبكس، ممنوع استخدم تبكس، ممنوع استخدم رصاص، ممنوع استخدم الوان في النيرسينج نوت. اللون بيستخدم الازرق والحبر الجاف مش الحبر السائل علشان ما يطبعش وما يروحش مع الزمن. هيك بنكون خلصنا محاضرتنا، وراح اكمل لكم ان شاء الله، وراح اضيف لكم المختصرات هذه واكتبها واعمل لكم اياها باذن الله في